لماذا هذا الاحتجاج ولماذا؟ لأننا نرد أولا على الحكومة التي يخرج بعض وزرائها في تصريحات غير مسؤولة على الإطلاق تدعي أن الأسدية هنا دلاء الدولة. هل الدولة هي الحكومة؟ نحن كلنا الدولة، لهذا لا نقبل بأن يزيد علينا أحد يخرج بعنتريات فارغة لا مجال لها ولا محل لها. نحن الدولة ونحن حرصنا على الدولة ربما أكثر من الحكومة. تلاحظون الانضباط الشديد للأساتذة في جميع أشكالهم النضالية. لماذا؟ لما يريدون فوضى، يريدون إيصال صوتهم وصوت واضح، وأرسلوا في كثير من المحطات، آخرها المحطة الحاشدة بالرباط التي استهدفها أكثر من 150 ألف أستاذ. وبعد ذلك تخرج الحكومة بتصريحات غير مسؤولة وتهدد الأساتذة بالاقتطاع من أجورهم. لا الاقتطاع سيثنينا ولا التهديد سيثنينا ولا أي عنتريات من عنتريات وزراء الحكومة يثنينا. وهبي كن مسؤولا، نحن نعم تاريخك الغير مشرف على الإطلاق ونتحمل مسؤوليتنا في قول ذلك. نعلم وعودك الكاذبة، لا يمكن أن تشيطن الأستاذ. أنت وزير مسؤول في حكومة، يجب أن تحل هذا الإشكال عوض أن تصب الزيت على النار. نعود إلى الإشكال الحقيقي وهو النظام الأساسي. لا حوار، لا نقاش، لا رجوع إلى الفصول الدراسية بدون إلغاء هذا النظام الأساسي والعودة للنظام 2003 وبالحوار وبالمواخذة نجوده ونحل جميع الإشكالات والملفات العالقة. ثم المسألة الثانية، مسألة الأجور. هناك تسريبات سوف يكون هناك زيادة 1000 1200 1100. حتى التسريبات ليست، حتى هذه التصريحات ليست رسمية، وحتى لو كانت رسمية مطالبنا هي مطالب عادلة. لماذا؟ أولا إلغاء هذا القانون، ثانيا تجويد النظام 2003، ثالثا زيادة بالأجور. كيف تكون هذه الزيادة؟ بكل بساطة بإعادة نظر في الأرقام الاستدلالية ومعادلتها مع باقي قطاعات المجتمع. تخيلوا يا أخي أن المعلم والأستاذ في الوظيفة العمومية لديه أقل أجر في جميع القطاعات. هل هذا هو الاحترام اللازم للأستاذ؟ أعطيكم مثال، السلم 10 في مثلا عند رجال الأمن هو يناهز 10,000 درهم أو أقل بقليل أو أكثر بقليل. سلم 10 عند الأستاذ 4,800 درهم، تقريبا نصف النصف، وكلاهما موظف لهذه الدولة. إذن يجب أن تكون هناك نوع من العدالة الأجرية. نحن لا نطالب بالأشياء خيالية، العدالة الأجرية، العدالة الأجرية للأساتذة. ثم مسألة أخيرة أريد أن أشير إليها قبل أن أختم هذا التصريح، وهو محاولة شيطنتنا ومحاولة تأليب أمهات وأباء التلاميذ علينا. من هنا أوجه تحية عالية لجميع جمعيات أباء أولياء التلاميذ، جميع أباء أولياء التلاميذ على حسهم ووعيهم العالي ومساندتهم للأساتذة. فعلا أبنتم على وعي عميق ولم تنخدعوا للمسار الذي كان يراد به أن يخلق صراع بين الأستاذ وبين الأسرة. ونحن أيضا نقول أبناؤنا يدرسون في التعليم العمومي، إذا لا أحد يزايد علينا. أبناؤنا سنعوض لكم حصتكم، لن تضيع ولو في حرف واحد، لكن إذا وافقت كما تقرؤون في الرياضيات، كما تدرسون في الرياضيات، إذا وافقت، إذا جلست هذه الحكومة وأعدت حلا منصفا يضمن كرامة الأستاذ ويضمن تعليما جيدا يليق بكم، لن نقبل بذلك. تعلمون أن في هذا النظام الأساسي هو تطبيق لمشروع إطار فيه مادة تحدد للآباء والأوليات أن يؤدوا للمدرسة العمومية 300 درهم في الشهر. نحن نناضل من أجل الجميع، المدرسة العمومية تبقى دائما مجانية، أنا حق دستوري لكل مواطن، تعليم مجاني ذو جودة عالية. نحن نضمن لكم هذا إذا وافقت، إذا تم الاهتمام بكرامتنا وبوضعيتنا، ولن يثنينا أحد عن تعويض أبنائنا بكل ما يلزم حتى لو اضطرنا إلى مضاعفة عدد ساعات العمل. هذا ليس هو الإشكال، ولدينا في ذلك أمثلة عديدة سابقة لم تمر سنة واحدة ولم يتم فيها إتمام المقرر لجميع التلاميذ.